النهارده تم الاعلان بشكل رسمي، بازل اعلن رسميا عن التعاقد مع عمر جابر لمده 4 سنوات. تعالوا نتابع مع حضراتكم عمر جابر قال ايه. عمر اتكلم في الموقع الرسمي لبازل، نتابع مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اوجه رساله للجمهور في العالم كله وخاصه في مصر وجمهور نادي الزمالك بصفه خاصه. انا لسه ماضي دلوقتي الحمد لله العقد لمده 4 سنين في نادي بازل. انا مبسوط جدا ان انا موجود دلوقتي في نادي بازل. اكيد طبعا حزين ان انا سبت النادي بتاعي نادي الزمالك اللي لعبت فيه 19 سنه طول حياتي بلعبها في نادي الزمالك، بس انا برضو مبسوط جدا ان انا دلوقتي موجود في نادي بازل، واتمنى ان شاء الله التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، واتمنى دعواتكم ان شاء الله، وباذن الله اكون عند حسن ظن الناس كلها.